على مدار أسبوع كامل من 20 حتى 27 جونفي، وفي الأسبوع الثاني سوف يخصص لاختصاص طبي آخر وهو جراحة طب العيون من 27 حتى 3 فبراير إن شاء الله. يستفاد من هذه العملية سكان المنطقة. طب هذا جاو من الخارج وجبت بنتي وليدي، قال لي الله غالب ما عندوش، جبتو هنا يديروا له العملية. وهنا يا جيت هنا لكن داوي، جبت كنتي معايا، جاو الطبان خارج الله يحفظهم الله يسترهم. هنا الدوارها غالي وتفواترها غالي. On a environ estimé qu'il y aura 38 patientes qui vont être opérées si tout se passe bien. Et pour l'instant, tout se passe merveilleusement. On est très bien accueillis. Je remercie vraiment tout le peuple algérien de leur accueil chaleureux à chaque fois. Et on a toujours du plaisir à revenir.